نطرق هذه الأمسية باب الرحمة مستبصرين بنور الرحمن الرحيم من قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ذكرنا ما ذكرنا عن الحمد الذي نعبد الله به في صلواتنا وفي خلواتنا، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفتيه الرحمن الرحيم، وهما اسمان من أسماء الله الحسنى ونوران من أنواره العلى، الرحمن الرحيم. والرحمة هي باب الله الأول الذي من طرقه فتح له، ومن أعرض عنه نودي عليه ونودي عليه ثم نودي عليه ثم إذا لم يصغي تحسر عليه. ولذلك جاء في كتاب الله: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. خلق الله عز وجل الخلق بالرحمة، وخلقهم للرحمة، ورزقهم بالرحمة، وهداهم إليه بالرحمة، وطلب منهم جل جلاله من علاه أن يعبدوه بالرحمة، حتى إذا ضلوا وكفروا ناداهم بالرحمة، وجدد عليهم النداء بالرحمة، ووسع عليهم أبواب الرحمة، عسى أن يتوبوا، ولم يجعل لإنسان البتة اليأس من رحمته حتى يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. فباب الرحمة هو أوسع الأبواب إلى الله عز وجل على الإطلاق. وقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه، حكاية عن ربه في حديث قدسي: ورحمتي سبقت غضبي. رحمته سبحانه سابقة غضبه وعذابه، وسبق الرحمة معناه أنها تسبق منه عز وجل إلى العباد قبل أن يلحقهم عذاب، تسبق إليهم رحمته. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول هو الرحمة سابق عن العذاب. والمؤمن، كل مؤمن شرد عن باب الله وعصى ربه فإنه يلطمه سبحانه وتعالى، يلطمه بالرحمة. وقد ذكرنا قبل كيف أن بعض العلماء مثل للمصائب التي تنزل بالعباد من المسلمين ومن غيره أنها أشبه ما تكون بالحجرة أو العصا التي يضرب بها الراعي غنمه أو يلقيها على الشاة الشاردة. كتكون واحد الشاة هربت من القافلة ديال الغنم، السارح كيضربها بواحد الحجرة إذا كانت بعيدة يجيبها لها في الرأس، فتؤلم وتتألم الشاة لتنتبه حتى تعود إلى القطيع رحمة بها أن يأكلها الذئب. فكذلك المصائب التي تنزل بالمسلمين، وكذلك الآلام التي تنزل بهم في العالم أجمع، هي لطمات الرحمة، لطمات وصفعات من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وهو أرحم بعباده من كل رحمة نتصورها. إننا أيها الإخوة الأفاضل كلما تدبرنا اسميه الرحمن الرحيم كلما ازددنا محبة لله، والمحبة لله عز وجل هي الباب التي فتحها الله عز وجل لعبادته، فتحها لخلص العباد، إنه من عبادنا المخلصين، أي أن الله أخلصه إليه. والمؤمن ما يزال يخلص لله حتى يكون مخلصا، والإخلاص لله عز وجل لا يكون إلا بمحبته. ولا يجوز أن يقول أحد إني أحب الله هكذا دعوة، يعني يدعي، وكل يدعي ما يشاء. لو ذكر لي شخص أنه يحب ابنه لسهل علي التصديق، لأن المحبة إحساس شعور. يقول لي أنا كنحب هذا الوليد ديالي بزاف، صحيح الغالب، لأن الفطرة البشرية مبنية على محبة الأطفال. زين للناس حب الشهوات، حب شهوات من النساء والبنين. هل سألنا أنفسنا عن محبة الله عز وجل؟ هل نجد المحبة في قلوبنا فعلا؟ هل نجدها من الوجد والشعور والإحساس، أم أننا ندعي؟ حسبوا أن مشكلتنا الكبرى هي أننا ندعي،
في هذا المقام ندعي. والدليل على أننا إنما ندعي، الدليل على ذلك أفعالنا. المحب لربه لا يستطيع أن يجد نفسه حيث ينهاه. علاش؟ يحشم، شي خاف يحشم. حينما تكون العلاقة بين الأب وابنه هي المحبة الحقيقية، فإن الابن يستحيي من أبيه أكثر مما يخاف منه. وكذلك حينما تكون بين المربي ومريده في المجال التربوي، فإن المريد أو التلميذ سميه ما شئت يستحي من أن يراه مربيه في المكان الذي لا يليق. لما؟ شي كيخاف منه؟ لأنه يحبه. إن المؤمن يطلب منه أن يحب ربه وليس فقط أن يخافه. نعم الخوف مطلوب، وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولكن نخاف الله من حيث هو القهار، ومن حيث هو الجبار، ومن حيث هو المتكبر ذو الجبروت، ذو الطول، شديد العقاب، شديد العذاب، نخاف. لكن أسماء الله الحسنى الدالة على الرحمة سابقة، أنواره الرحمانية سابقة على أنواره الجبروتية، سابقة إلى قلوبنا. ورحمتي سبقت عذابي، سبقت. ومطلوب من المؤمن أن يسعى ليطرق باب الرحمن الرحيم أولا. ولذلك ما يزال العبد يسعى إلى ربه كما قال ابن القيم رحمه الله كالطائر يطير بجناحين، جناحه الأيمن حب الله، وجناحه الأيسر خوف الله، حتى إذا رأى ما يرى الذي يفارق الدنيا ويقبل على الآخرة غلب جناحه الأيمن على جناحه الأيسر، وظن الخير بالله، وظن الحسنى بالله، فغلب الرجاء على الخوف، وغلب المحبة. والله عز وجل يقول في القدسي من الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. لكن هذا الظن كيف تستطيع أن تشعر به؟ لا يتكلف، ما يمكنش تقول أودي اليوم أنا بغي نولي نحب الله. خصك فعلا تحس بهذا الشيء. المحبة ليست فعلا من الأفعال باش تقول أودي هذه العشية غادي نديرها. لو كانت المسألة تتعلق بركعتين أو صيام يومين لكان الأمر سهلا، تقول أودي غدا غادي نصوم نهار ولا بعد غدا ولا كذا، أو نصلي ركعتين أو قوم ليل، هذا عمل. ولكن المحبة إحساس، والإحساس لا يكتسب، ماشي انت كديرو، وإنما يوهب كيتعطلك. لا تستطيع إذا كنت حزينا أن تدخل السرور على نفسك، ما يمكنش، مستحيل. إذا كنت قنطان عافك الله من الحزن راه ما يدخل عليك السرور بوحدك غير إلى جاك من عند الله، لا تستطيع. وكذلك إذا كنت مسرورا، إذا كنت فرحان لا حتى حاجة ما تقنطك، إلا إذا جاءك ذلك من عند الله. زعما كان قصد حتى حاجة ما تقنطك، ما يمكنش أنت فرحان وتقول أنا نقنط، لا تستطيع. لأن هذه أمور ماشي أنت اللي كديرها، هي كتدار لك، أنت مفعول بك في المشاعر ولست فاعلا. ونسبة الفعل إلى الفاعل ها هنا مجاز ماشي حقيقة. الحقائق كتكون في الأفعال الكسبية، تقول مصلي لأنك كتصلي، صائم تصوم، تصوم أنت تقول صائم اسم فاعل، أنت فعلت الصوم. وكذلك فاسق وكذلك مجرم اسم فاعل، لأنه هو دار جريمة، في الخير وفي الشر سواء. لكن في الشعور والمواجيد يعني الأحاسيس القلبية الفاعل فيها مجاز، غير كلمة كتطلق باش نسهلوا التواصل اللغوي، وإلا فكل فاعل في أمور المشاعر مفعول به. شيء ما سرك فصرت مسرورا، شي حاجة وقعت لك وفرحتك فصرت فرحا، وشي حاجة وقعت لك وقنطتك فصرت حزينا. فالحزن فعل وقع عليك ولست أنت الذي توقعه، وكذلك السرور وكذلك الخوف. الخوف ما كتعرفه منين دخلك، كتعرفه منين جاك، لأنه ماشي تقول لراسك أنت كتقرر تقول هذا النهار غادي نخاف من هذا الشيء ولا من هذه الحاجة، غير ممكن، لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا الواقع. ولكن ما كتفيق براسك تتلقى راسك مخلوع صافي، الخوف ركبك. كذلك الحب ماشي أنت كتجيبه، هو كيجيك. حينما قال الباري تعالى:
والذين آمنوا أشد حبا لله. فهو يعبر سبحانه وتعالى عن شيء وجده المؤمنون حقا وهو محبة الله، وهو محبة الله، فكيف يدركون ذلك؟ إنما يدركه المؤمن بجلب أسبابه، بما أنه كاين أشياء كتوقع وكتخليك تخاف، ماشي أنت كتخاف، هي كتوقع وتخليك تخاف، وكذلك أشياء كتوقع وتخليك حزين، فكذلك أشياء كتوقع وتخليك تحب شيئا. أسباب المحبة لله أن تتعرف على صفاته وأسمائه الحسنى، وعلى رأسها الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم قرأتها كما تقرأ في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء المحبة، سابقان على العذاب والغضب، نعوذ بالله من عذاب الله وغضبه. قلنا إن الله ما خلق خلقا ولا رزق رزقا ولا فعل فعلا في أصل الخلق والتدبير الكوني إلا لأنه سبحانه وتعالى يحب عباده قبل أن يفسقوا وقبل أن يفجروا، عسى أن يدركوا ذلك فيحب ربهم كما أحبهم ربهم. حتى إذا تعرف الناس على ربهم من خلال فعاله الحسنى فها هنالك ينقسمون آنئذ قسمين، قسم يعرف الجميل ويرد الجميل، كيعرف الجميل لله أنه سبقت إليه منه رحمته ويرد الجميل بعبادة الله، وقسم آخر ينكر ويجحد ولا يرد بل يرد بالعكس، وهذا هو الذي يستوجب عذاب الله ونقمته. ولكن قلنا قبل إن عذابه جل وعلا سبحانه وتعالى يمهل فيه عباده، إن الله يمهل ولا يهمل، يمهل يعطيه فرصة، يعطيه فرصة للكافر وللفاسق وللشارب، وفرصة عريضة، وخلال هذه الفرصة اللي هي العمر دياله كامل كيرسلوا رسائل الرحمة من الآيات المنزلة من السماء المقروءة، ومن الآيات المنظورة، ومن النوازل والحوادث التي تقع عليه وتقع حوله. لو كان يبصر كل شيء كيوقع حدانا في المحيط ديالنا واللي كيوقع لنا، يجب أن نتساءل كل لحظة ما معنى هذه الرسالة. المؤمن اللي كيشوف مزيان فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه، اللي كيشوف الحياة حقيقة راه ما كاين شي حاجة كتوقع غير هكذاك بشكل عشوائي أبدا، الله عز وجل يدبر الكون بحكمة، راه من أسمائه الحسنى الحكيم، الفوضى في الكون ديال ربي ما كيناش في الكبائر من الأمور وفي الدقائق الصغائر من الأمور، دل على ذلك الرحمن الرحيم. الأمور الكبيرة يتصرف فيها الله عز وجل باسمه الرحمن، والأمور الدقيقة الصغيرة اللي كتلقط بعين الإبرة يتصرف فيها الله عز وجل باسمه الرحيم. ماذا بقي بعد ذلك؟ لا شيء، لا شيء، كل شيء أحاط به الله عز وجل رحمة، رحمة، ما كاين شي حاجة اللي ما مسيرهاش ربي بالرحمة سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف يا حسرة على العباد الذين لا يبصرون، الذين لا يبصرون هذه الحقائق، ويجب أن نتأكد باش إلا عرفنا هذا الشيء خص المؤمن يشوف بعينه، لأنه إذا رأى حتما سيحب ربه، لأن المحبة لا تنبع إلا عن رؤية ومشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى. ماذا ترى؟ ترى نور الله عز وجل يرعاك ويحيطك من علو ومن تحت وعن يمين وعن يسار ومن أمام ومن خلف ومن داخل، كما في الحديث اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا، اللهم أعطني نورا، يعني كيولي المؤمن محاط بالنور، نور الرحمة الإلهية الربانية. كل شيء ذكرنا هذا مرارا ونعيده الآن في الرحمة، كل شيء في الكون إلا وهو شعاع من أنوار أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى أنوار، هي أسماء لله وصفات له في نفس الوقت،
وبها سبحانه وتعالى كيمد الكائنات كلها بأسباب الوجود وبأسباب الرزق وبأسباب الرحمة وبكل أسباب الحياة والموت والبعث إلى آخر. الوجود ديالنا وما يتعلق به من بدايته إلى نهايته مكفول بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. أي رزق يأتي من غير اسمه الرزاق، وأي حياة تأتي من غير اسمه المحيي، كل شيء يأتينا من أسماء الله الحسنى، أي من الله جل وعلا. وأسماؤه صفاته الدالة على كمال جلاله وعظمة سلطانه وتنزه جماله سبحانه وتعالى عن كل شيء. من أراد أن يرى شيئا من هذا فلينظر إلى الأم من كل شيء، من الإنسان ومن الحيوان ومن الطير ومن الحوت ومن كل شيء. الناس عندهم بأن الأم هي أرحم شيء موجود، العاطفة ديال الأم، الرحمة الشديدة التي أوتيت، هذه الرحمة اللي عندها ماشي ديالها. قلنا ما كاينش تصرف في الفطرة البشرية ديال البشر إطلاقا، كل تصرف في الفطرة البشرية موهوب من عند الله. واش هي الأم رشق ليها قالت رانا رحم الطفل ديالي؟ أبدا، هذا ما كاينش. قلنا الرحمة شعور لا يكتسب وإنما يوهب، كيتعطى من عند ربي عز وجل. فالله سبحانه وتعالى برحمته أعطى للأم شعاعا من أنوار رحمته باش هذاك الطفل ما يتلاحش وما يترماش. الدجاجة اللي هي أضعف الخلق كتولي سباع لما كتكون حضنة على البيض ولا على الفلس بالرحمة الإلهية. وكذلك سائر الخلائق الضعيفة التي تأكلها الوحوش والسباع لما كتكون والدة حتى هي تتحول إلى قوة غريبة بالرحمة التي أوتيت على ولدها ورضيعها. هذه الرحمة اللي في الأمهات جميعا ماشي ديالهم، ماشي ديالهم، هي رحمة عارية غير مسلفينها تماما. ولله المثل الأعلى، كالمرآة التي تعكس نور الشمس. واحد المرايا تجيبها وتديرها قدام الشمس وتضرب ديك الشميشة ديال المرايا تعكسها في الأرض ولا في شي واحد وتعملوا عينيه. الناس كيقول لك عماني بالمرايا، ماشي المرايا، هذاك ضوء ديال الشمس، المرايا غير مسلفه ماشي ديالها. والا دخل المرايا للظلم قول لها دير الشعر ما غاديش ديرو، ماشي ديالها. ولله المثل الاعلى، كذلك الناس والخلائق في الرحمه، ان هي الا مرايا تعكس الرحمه الحق التي تنزل من عند الله عز وجل الرحمن الرحيم. ما يمكنش الوجود يستمر لحظه واحده لو غاب عنه اسم الرحمن الرحيم. مرتبط هذا الاسم بالخليقة ديالنا، ولذلك جاء الحمد سابقا عليه، الحمد لله رب العالمين. علاش؟ الرحمن الرحيم. واحد المرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان عدد ديال الأسرى كبير، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة واحد المرة من الكفار أسيرة تشدت في المعركة، مراك الدور على الأطفال ديال المشركين الصغار كيبكيو، هادو اللي أسرع واللي وصلاتو تلقي مهوث دياها كتقبطو وتعطيه البزولة ديالها يرضع تكتسكتو وتمشي تجري لواحد آخر كيبكي عود وتلقي مهوث دياها ترضعه حتى يسكت ثم الآخر. الصحابة كيتعجبوا من ديك العاطفة اللي عندها على الأطفال ديال الجنس ديالها والقبيلة ديالها والبلد ديالها. النبي صلى الله عليه وسلم بغى ينبههم للتوحيد، هذا التوحيد الحقيقي ماشي التوحيد ديال الكلام، التوحيد ديال الفعل والسلوك. النبي صلى الله عليه وسلم نبههم قال لهم لله، الله عز وجل بالتوكيد أرحم بعباده من تلك المرأة، لأنه لو أراد الله عز وجل أن ينزع الرحمة من قلبها لنزعها. وكان في القرآن في آية عجيبة تشد إليه الرحال، يقول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عجيب، ربي عز وجل قادر وكيقدر ووقع كيفرق بين بنادم وقلبه. شنو هو قلبه؟ عاطفته. ولما يفرق ربي عز وجل
بين الإنسان والقلب دياله، ذلك هو أشد العذاب. لأن احنا عايشين غير بالرحمة ديال ربي، تلقى بنادم كيدبح ولده ولا كيدبح باه والعياذ بالله. بنادم حيث كنسمعوا بحال هاد الأخبار كتشوك الذات، علاش؟ انك تقول هذا ما في قلبه رحمة فعلا، شو وقع له؟ حيلة بينه وبين قلبه، ربي فرق بينه وبين قلبه، خلاه حديدا ناشف، بقاش هذا بشر، تحول من الطبيعة البشرية إلى طبيعة أخرى. يحول بين المرء وقلبه حتى يقسو الإنسان، تبلغ به درجة القسوة أنه كيطلب الآذى لمن لراسه في أسوأ الأحوال، يبدأ بنادم يآذي راسه. عجيب، شحال من واحد كتشوفه كياكل السم، تقول من هذا؟ عجيب، ما تفهمش. هذا حيلة بينه وبين قلبه، قلبه ولا ضده. وعمر القلب ديال الإنسان ما يكون ضد الإنسان إلا في الحالات الغريبة. ولذلك كان من أشد الغرائب أن يعذب الله الإنسان بالحيلولة بينه وبين قلبه. ولكن متى؟ من اللي ربي تعالى يخاطبه بالرحمة ويخاطبه بالرحمة ويخاطبه بالرحمة ولا يقبل، من اللي ما كيقبلش كيقول له ربي طيب أرى هذيك الرحمة اللي أعطيتك في الفطرة ديالك، كيقلع له الرحمة اللي مغروزة في الفطرة دياله ويخليه أشد من الوحش وأسوأ الخلق على الإطلاق. فيكون الإنسان آنئذ شرا كله، نقطة ديال الخير ما كتبقاش فيه، يصبح شرا كله، فلا يليق به إلا جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. الرحمات السارية في الكون الشاملة لجميع الخلق هي أشعة أنوار، لما تشوف فيها وتشد فيها توصلك لمولانا الكريم، وهذا الذي أريد لك أن تبصره. انظر إلى أحوال الرحمة السارية بين الناس وفي الناس، كيف يأكلون، كيف يرزقون، كيف يعيشون، كيف يحيون، كيف يموتون، كيف يتدفنون، رحمات بعضها فوق بعض من الرحمن الرحيم. وبنادم في هادشي كله ما عنده والو، كما قلنا نؤكد ونعيد، لا كسب لك في الرحمة أيها المؤمن، بل أيها الإنسان لا كسب لك في الرحمة، تا حاجة ما تقول جبتها بيدي ودرتها بنفسي. في الرحمة كل رحمة صدرت منك أو وقعت عليك فهي هبة من الله عز وجل. إلهي أصابتك الرحمة ولا خرجت من عندك راه حتى واحدة ما ديالك، هبة هبة، لأنها حال، حالة نفسية، حال. وكما قال المربون الأوائل الأحوال مواهب، حال تعتري الإنسان الرحمة، والأحوال مواهب توهب من الوهاب سبحانه وتعالى، يهب عباده الخيرات والحسنات من الرحمات، موهبة هبات. هذه الهبة الربانية الكريمة لما الإنسان يتذوقها ويحس بها لا يجد إزاء ربه إلا المحبة آنئذ، يحس فعلا أنه شعر بأنه يحب ربه. وهذا هو الإيمان الحق، والذين آمنوا أشد حبا لله. الإيمان الحق أن تشعر فعلا وتجد صدقا أنك تحب ربك. صحابي جليل استشهد في إحدى الغزوات وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قال لي أحد الصحابة الآخرين أبلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له إني أجد ريح الجنة. هذا صحابي تقتل في الجهاد مازال الروح ما طلعت، قال له سلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له راني أجد كنشم الريحة ديال الجنة، يعني الريحة ديال الورد دازت. اللي عنده حاسة الشم سليمة كيشمها. فالشم كيعطيك واحد الإحساس معين بالانشراح والفرح لما كتوجد شي حاجة مزيانة. حب الله عز وجل من هذا القبيل، إن كنت تحب الله حقا فستجده في قلبك، مش غتشمه بنيفك، ستجده في قلبك، لأن موطن المحبة قلب الإنسان. والذين آمنوا أشد حبا لله، ما يمكن تعرف المحبة ديال الله عز وجل إلا بتجربة. ومن رحمة الله عز وجل أن يدخلك أيها العبد في تجربة تجد فيها المشقة ثم تجد فيها الرحمة وتحس بالجمال ديال هذيك التجربة. كيتكلموا الناس على حب الوطن، قروها لنا في المدارس حتى عيوا، ما عمري ما عرفته إطلاقا ولا مرة واحدة شو حب الوطن.
واحد مرة سافرت برا، خرجت خارج البلاد وتغمت عليا الدنيا وجاتني واحد القنطة وولات الأرض عندي ضيقة ضيقة بحين عين الإبرة. كي كل إنسان راجع هاد كيعرف حب الوطن شنو هو فعلا، لأن بعض الأشياء كتكون بعض الأحيان المناهج سيئة في التبليغ كرفصة، بعض الأحيان تكون طرق التدريس بحال سلوكة المصدين لا توصل الكهرباء الشعورية الوجدانية إلى الناس. هذا غير مثال لما يقع لنا جميعا من هذه المعاني الجليلة في محبة الأشياء. كذلك يقع داخل الأسرة في محبة الإخوان والأخوات والآباء والأبناء والزوجات. في التجربة القاسية عاد كتعرف القيمة الوجدانية القلبية اللي عند خوك أو عند أمك أو عند الزوجة ديالك أو عند باك في قلبك. حينما تكاد تفقد أحدا أو تفقده فعلا تجد كم أنت تحبه. وجب عليك أيها المؤمن أن تسير إلى ربك لتجد محبته، خصك تمشى تحرك في طريق الله عز وجل وتحمل رسالته، لأنك لا بعيد لا تحمل شيئا لن تجد شيئا، ما غتحسش بديك المحبة الحقيقية لله. وإذا لم تكن تشعر بها راها مشكلة، راها مشكلة، لأن الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله، تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبون الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا شو الرضا؟ محبة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا عين المحبة، فإذا رضيت الشيء ورضيت عنه فلا يكون ذلك إلا عن محبة. ولذلك من أبلغ التعبيرات على محبة الله أن تقول رضيت بالله ربا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد المرة غضبوا الصحابة، كنا جبنا هذه القصة هذه ديال غضب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتروا عليه الأسئلة البسلة، ذاك العربي اللي جاو قال له يا محمد أين ناقتي، ووضر الناقة وجي يقول له فينا يا الناقة ديالي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأسلوب من السؤال الذي يثير السخرية والاستهزاء، فجعل يقول سلوني سلوني سلوني. فسأل سائل رسول الله وقال له يا رسول الله أين مقامي، فين غنكون يوم القيامة؟ قال له في النار نعوذ بالله، إلى آخر القصة. ناد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحس بالخوف والهول ديال الموقف وبرك على ركبه، قال يا رسول الله أرضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. الرضا رضا القلب محبة. من اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من سيدنا عمر سكت، طفى الغضب دياله، سكت عنه الغضب كما سكت عن موسى، لأنها عبارة ديال المحبة. ومن اللي تكون انت طايرك توصل فاش بغيت تتكلم معك بندم بالمحبة إلى فيك الذرة ديال الخير كطفى. كنقولوا فلان مشينا حزرناه كبر الخير، عنصر الخير فيه. الله عز وجل خاطبنا نحن عباده بالمحبة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن شاء رحمة بحال هذه سبحان الله العظيم، أجيب دعوة الداعي إذا أداة شرط، وهو يطلب إذا دعان اطلبوا الله عز وجل، أكثروا من الدعاء، لا تفتروا عن دعاء الله وطلبه، فإن الدعاء سبب من أسباب المحبة، لأنهم اللي تطلب كيعطيك، راه ما كاين شيء تطلب وما يعطيكش، اطلب يعطيك، إلا إذا كان الطلب طلب استهزاء أو سخرية أو شك في الله والعياذ بالله. أما طلب التائب وطلب الخاشع وطلب الباكي المذنب ولكن راجع جاي الله فهو طلب لا يرد. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال المفسرون ولو كان الداعي كافرا إلى حصل وطلب ربي بصدق فيعطيه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض سبحانه وتعالى. ومرارا مرارا وتكرارا وقعت في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر الحديث، أن الكفار طلبوا الله فأعطاهم في الشدة. كيطلب الإنسان ربه مما كيطلبه كيطلبه بإخلاص من اللي كيكون حاصل مزير، ما كيطلب لا وثن ولا حجر ولا نصب ولا أي شيء من أنواع الشركيات والبدعيات. حتى النصارى حينما يكونون في حالة الضرورة
يطلبون الله الواحد سبحانه وتعالى. كاين سوا الوسائط أنا إذن الذين جعلوهم شركاء لله، واللي يطلب الله عز وجل بصدق كيعطيه. وعدد ديال القصص ديال الذين أسلموا من النصارى خاصة كيحكيوا مثل هذا بشكل عجيب في تجاربهم الوجدانية الروحية. فكيف بنا نحن المسلمين الذين نعرف ما نعرف من قرآننا ومن ديننا ننسى أننا نعبد الرحمن الرحيم؟ عجيب، صباح وعشية كنقرأ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. كنوز الدنيا والآخرة كلها مفتوحة بين يديك، كنوز الدنيا والآخرة كلها. احذر أن يغلبك الشيطان على قلبك فيدب إليك الشك في رحمة الله. إبليس لعنه الله كيبدا يتجبد مع بنادم كيقول لي وأنا طلبت البارح درت الدعاء والو، مصيبة. حذاري، الله عز وجل قال لك أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله سبحانه وتعالى لا يكذب عباده بل يصدقه، فإذا قال ذلك كذلك فهو كذلك. كل دعاء ترفعه لا ينزل أبدا ما دمت صادقا. شرط واحد دير فيه الصدق أنك تطلبه فعلا، لأنه الطلب اش معناته؟ طلب أنك محتاج. حديث صحيح الدعاء هو العبادة، كيتروى بمخ العبادة، ولكن الصيغة الصحيحة الدعاء هو العبادة، وهذه أبلغ من الصيغة ديال مخ العبادة. أبلغ عليه، لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الأصح الدعاء هو العبادة، يعني أن العبادة كلها هي الدعاء، كلها هو العبادة. ألف تفيد استغراق جنس فعل العبادة، كل العبادات تلخص في الدعاء. علاش؟ إنما معنى العبادة، العبادة هي إعلان الخضوع وفعله، تعلن الخضوع لله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبدأ خدام بالخضوع لله، وهو الصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرات وسائر أعمال البر وترك المنكرات، كل ذلك خضوع وعبودية لله. عبد يعبد أي ذل يذل، وانقاد ينقاد، يكون واحد البقرة أو تور القلدة قداش، ولكن كيجي واحد الرسخير صوقه ويقوده ويرده ويرده، كيكون بقرة ذلول. ولذلك بقرة بني إسرائيل قال لها لا ذلول، كتنطح وتركل وتثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ما فيها خير غير ذبحوها. عندك ساعة قالوا ليه لا نجئت بالحق، المؤمن فيه الخير ذلول، ولكن لله الواحد القهار وحده لا شريك له. فإذا كانت معنى العبادة هي الذل لله والخضوع لله، فأبلغ ما يمثلها الدعاء. شو الدعاء بالدرجة؟ هو السعاية. كاين شي قلب دليل قد القلب ديال السعاية؟ ما عنده وجه، ما عنده قلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم السعاية إلا للمضطر حقا. علاش؟ لأن اللي كيسعى كيعبد البشر، حرام المسألة. واحد يمشي يسعى الناس، هذه عبادة، طلب الله ويلك كتعبد الناس. الذي أعطاهم يعطيك، من أسوأ الصفات ديال الإنسان أنه يسعى البشر يعبد بالله. هذاك هو الدعاء، هذاك هو الدعاء، الدعاء هو العبادة. المؤمن كيسعى ربي كيطلب الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. واللي كيطلب ما كيطلب إلا عن حاجة، محتاج، لكي يطلب طلب حقيقي محتاج. وهذه الحاجة التي تكون لدى الإنسان والتي بها يطلب ربه هي الإحساس الذي لا يجوز أن ننساه في طلبنا للرحمة، لأن الرحمة واسعة، كل شيء أنت في حاجة إليه كاين في باب الرحمة، دق الباب تجده، وباب الرحمة واسع 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 لا حد له. أرحمت ربي عمرها ما تسالي، ما عندكم ينفد يسالي، وما عند الله باق ما عمره ما يسالي. ورحمت ربي سبحانه وتعالى واسع ما عمرها ما تسالي. ولذلك كل شيء أنت في حاجة إليه أيها العبد من أول إلى الآخر، من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، تجده في باب الرحمة. دق الباب، باب الرحمة تجده، عمرك ما ترجع ولو دي ما ترجع بيديك عمرين من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الإحساس أيها المؤمنون مخصوش يفرقنا ولا لحظة واحدة، ولما تعيش به هذه تعرف ديك الساعة الثمن ديال الإيمان أنه ما عنده ثمن.
والتمن ديال القرآن أنه ما عنده تمن، وأن لا شيء يعدل إيمانك بالله ومحبتك لله وسيرك على هدى إلى الله عز وجل. الرحمة إذن في خاتمة الكلام هي كل ما نشاهد في حياتنا نحن المسلمين من الخير ومن الشر، ومن الشر الذي هو ظاهر أما باطنه فهو الرحمة. مصائب التي تقع للأفراد والجماعات وللمؤسسات، كلها المشاكل هي لطمات كما ذكرنا من الرحمة الربانية، توقظ الإنسان، توجع الإنسان، ولكن لتداويه وتشافيه وتقربه. ولذلك أي شيء في حياتك أيها العبد واجب أن تتقبله بالرضا، تقبله بالرضا بالمحبة يعني. وهذه كلمة دارجة كنقولها اللي جات من عند الله مزيانة ومرحبا بها. لما؟ لأنك على يقين أن ربك لا يؤذيك، هو الرحمن الرحيم، ما خلقك إلا للرحمة وبالرحمة. وما دمت تؤمن بالله فاعلم أن الله عز وجل لن يأخذك إلا بالرحمة، لن يأخذك أي ما غادي يتعامل معك إلا بالرحمة في كل أمورك. ولكن تخصك تفهم الخطاب ديال ربي عز وجل وتجاوب معه حتى يجد الدواء محله. ربك يعطيك أدوية من عنده سبحانه وتعالى، أدوية أنت كتذوقها كتلقاها حلوة، وبعض الأحيان كتذوقها كتلقاها مرة، ولكن فين كتكون المشكلة؟ من اللي ما كتبصرش بالبصيرة ديالك أنها دواء كتبزقها، ولكن اللي كان حكيم وكيذوق بعين البصيرة أنها دواء، وسبحان الله وبالتجربة تنقلب المرارة في حالة التداوي إلى حلاوة. وعدد الناس يستحليوا الحاجة المرة إلى عرف بأنها كتنزل على الجوف دياله بالشفاء والعافية والدواء، كتحول أنا إذن الأذواق المعاني، كتبقاش في حدود اللسان، كتولي في حدود الجنان الذي هو القلب. فكذلك نتعاملوا مع الحياة ديالنا، اللي ذقناها حلوة في الظاهر راه حلوة في الباطن إن شاء الله، واللي ذقناها مرة في الظاهر صرف نظرك عن الظاهر وتذوقها بالقلب بالباطن، تجد حلاوتها التي لم تبدو لك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كل المؤمن أمره له خير، إن أصابته سراء هي الحلاوة، شكر يقول الله على حلاوة الحمد لله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، والصبر حلو، الصبر عنده واحد الحلاوة غريبة ونعمة، هذه النعمة أعطيها ربي اللي فيه البلاء وحارم منها اللي ما ابتلاش، شت اللي ما عمره ما صابوش ابنا راه محروم من واحد النعمة والله اسمها الصبر. ولذلك الصبر شكون اللي كيذوقوه الأولين؟ الأنبياء، الأنبياء، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسول. يكون كان الصبر مر فعلا كما يقول الناس ما يعطيش ربي للأنبياء، وأعطاه لهم لأنه حلاوة فعلا، ويجدون ذلك في قلوبهم لأنهم يشاهدون كؤوسه عسلا من عسل الجنة. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسول، كل ذلك يفسر لنا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل ما قريتها عودها أدق ستجد الرحمة إن شاء الله، وتجد بعد ذلك أن قلبك خفق. هذه المرة يبدأ يضرب بمحبة الله، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك من الصالحين، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ربنا، اللهم اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واجعلنا يا ربنا مهديين تائبين مستغفرين صوامين ذاكرين قوامين لك وحدك لا شريك لك، اسلك بنواصينا وبقلوبنا إلى عبادتك بهداك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.